مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، حيث جددت وزارة الصحة دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإقبال على أخذ الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ذلك بالتزامن مع دعوات الوزارة للتقيد والالتزام بالإشراطات الصحية، خصوصا مع انتشار متحور أوميكرون حول العالم. نعم، نتعرف على الوضع الصحي في البلاد وسير عمليات التطعيم من خلال حديثنا مع زميلنا فهد التركي، مراسل تلفزيون دولة الكويت المتواجد حاليا في مركز الكويت للتطعيم بمنطقة مشرف. فهد، صباح الخير. فهد، من خلال تواجدك في مركز الكويت للتطعيم، كيف تسير عمليات التطعيم بالجرعة التنشيطية؟ فهد، صباحكم الله بالخير، تحية لكم ولمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح. تواصل وزارة الصحة من خلال مركز الكويت للتطعيم ومن خلال كافة الطواقم الطبية والفنية في مركز الكويت للتطعيم جهدها في سبيل تعزيز الأمان المجتمعي فيما يتعلق في الصحة العامة، ومواصلة كافة الجهود الطبية في سبيل التصدي لفيروس كوفيد 19 من بوابة تحصين المجتمع ومن بوابة أخذ اللقاح المضاد لهذا الفيروس. جهود كبرى تبذل في مركز الكويت للتطعيم وكافة المراكز الأخرى والخاصة في التطعيم في كافة محافظات البلاد في سبيل مواصلة تحصين المجتمع والتصدي لهذا الفيروس من بوابة التطعيم وأخذ اللقاح. الجرعة التعزيزية التنشيطية الثالثة في دولة الكويت تلقى الإقبال الكبير من قبل المواطنين والراقبين والمقيمين الراقبين في تلقي هذه الجرعة التنشيطية في سبيل زيادة تحصين المجتمع والوصول إلى الأمان المجتمعي وتنفيذا لتوصيات وزارة الصحة في هذا الإطار. ربما تشاهدون المشهد من خلفي، الإقبال الكبير من قبل كافة المواطنين والمقيمين الراقبين بتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة للتصدي لفيروس كوفيد 19، وذلك بهدف زيادة المناعة المجتمعية في دولة الكويت وصولا إن شاء الله لنهاية وباء كوفيد 19. يأتي ذلك تزامنا مع الجهود الرامية من قبل كافة الجهات الحكومية بقيادة وزارة الصحة وبقيادة اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء وهي الخاصة بطوارئ كوفيد 19، والتي استأنفت اجتماعاتها بالأمس يوم الأحد في سبيل مواصلة كافة الجهود الحكومية والتصدي لفيروس كوفيد 19 واطمئنان المجتمع على الوضع الصحي، لا سيما بعد تفشي فيروس أوميكرون الذي دخل البلاد من خلال إصابة واحدة، ونتمنى بأن تكون هي الإصابة الأولى والأخيرة. وزارة الصحة في الجانب الآخر خصصت 18 مركزا للتطعيم في كافة محافظات البلاد، وذلك لاستيعاب كافة المواطنين والمقيمين الراقبين بتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة في سبيل الوصول إلى الأمان المجتمعي ومواصلة كافة الجهود للتصدي لكوفيد 19. نجدد الدعوة من جديد لكافة المواطنين والمقيمين بالإقبال على تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة للتصدي لفيروس كوفيد 19 على طريق نهاية الوباء من دولة الكويت. زملائي في استوديو العالم هذا الصباح من مركز الكويت للتطعيم في مشرف، نعود إليكم. نعم، كل الشكر لك مراسل تلفزيون دولة الكويت فهد التركي، كنت معنا من مركز الكويت للتطعيم.